هي كل شيء لك يدك رجلك عيونك أمي طبعا مو في أي وقت في أي دوم مناسبة أحضنها تجي العيد والمناسبة أمي فيها حسرة أكثر مني لكن لو سألتكم أنتم الآن متى آخر مرة ضميت أمك أنتوا اللي أمامي واللي بتتبعوها متى آخر مرة ضميت أمك؟ الحمد لله أمي في داخلها حسرة تقول لي مرة جينا من الحرم تقول لي نفسي يوم من الأيام أدخل الحرم وأنت ماسكني والطوف لو قلت لك الآن تخيل بطنك ما تمشي خمس أيام بطنك ما تمشي ليش هتعمل؟ نعم رد عليه ناخذ ملايين شربت الملايين ما نزل شيء ايش حتسوي؟ تروح على المستشفى طيب 10 أيام بطنك ما مشيت ايش حتسوي؟ عملية مستشفى طيب انا لي 16 سنة كل 10 أيام ما تمشي بطنك كل 12 يوم كيف اسوي؟ كل 10 أيام اروح المستشفى عندي امي الله يعطيها العافية تخرج اللي بطنك اليد اللي بطني تخرجوا بيدها من يسوي لك كده غير امك وانت تفضل زوجتك على امك والله تفضل ولدك على امك تفضل صاحبك على امك الحمد لله فين بصوت القلوب عليه حرمة بدت علي حرمة وكان عندي محاضرة قالت أبغى أكلم عبد الله رد علي أخو خالد صاحبي قال لها يا أمي خالد عبد الله مشغول شوية قالت له أسألك بالله قل له يا ولدي إذا كان عبد الله انحرم من يضم أمه أنا أبنائي عندي وانحرمت إنهم يضموني ما فيهم ولا شيء ولا واحد فيهم يدخل يضمني راسي قلوبهم راسي قلوب الناس اتقوا الله والله أجزم رجلها بالجنة تتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانت تتجرى على أمك وأبوك وتبر صاحبك وصديقك قتلوهم والله قتلوهم آباء وابناء يقتلوا أبائهم وأمهاتهم قال الشاعر أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر فقال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرع فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر
لكنهم بفرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا أخي الإنسان اللي عنده علاقة مع أمه وأبوه سيئة من الآن أنا حجة له أو عليه من الآن يعلن توبة بينه وبين الله ثم إذا قام من المجلس هذا أو من أمام التلفزيون يروح يسلم على يدين ورجل أمه وتوبوا إلى الله. في الزمان الأول يا من يرى بغير تمقره يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل يا من يرى يا من يرى بطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقر يا من يرى ويرى مكان الوطن من أقدامها أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول في الزمان